معانا تقرير، نطلع نشوف التقرير وحوار بقى طويل مع حضرتك، لان يعني زي ما بقول حضرتك مش متواجد كتير على الساحة الإعلامية، وما بنصدق بتكون في فرصة، وخاصة الفرصة بقى في البيت الكبير، في بيتك النادي الأهلي. نشوف التقرير ونرجع لحضرتك. عصام عبد المنعم من مواليد الأول من يناير عام 1948. اوعى بالله بالهز دي، هيا هيا بقول لك حرف الهز بتاع البليه. برافو يا عصام. من أشهر حراس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. بدأ عصام عبد المنعم مشواره مع القلعة الحمراء وعمره 10 سنوات بصفوف الناشئين عام 1958 عن طريق مصطفى حسين أبو الأشبال، وتدرج بالمراحل السنية المختلفة بفرق الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادي عام 1964 ليشارك مع المارد الأحمر في أول مباراة رسمية له أمام فريق طنطا في بطولة كأس مصر، وعمره لا يتعدى 17 عاما. ظل عصام عبد المنعم حارسا أمينا لشباك النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأول حتى توقف النشاط الرياضي في البلاد عام 1973 بسبب حرب 6 أكتوبر. بعدها قرر عصام عبد المنعم الاستمرار في ممارسة كرة القدم وعدم الاستسلام لتوقف النشاط مثل كثير من أبناء جيله الذين فضلوا الاعتزال وقتها في سن صغيرة. توجه عبد المنعم مباشرة إلى ليبيا وكان عمره 25 عاما من أجل الانضمام لصفوف نادي أهلي بنغازي لاستكمال مشواره الكروي، ونجح بالفعل في الفوز معه بلقب مسابقة الدوري الليبي في إنجاز يحسب له في أول تجربة يخوضها بعالم الاحتراف الخارجي في ظل الظروف الصعبة التي كانت تمر بها المنطقة. وعقب استئناف النشاط الرياضي مرة أخرى بمصر، قرر عصام عبد المنعم إنهاء تعاقده مع أهل بنغازي ليعود إلى القاهرة ويقرر اعتزال اللعب رسميا عام 1975، ويتجه بعد ذلك للعمل بمجال تدريب حراس المرمى داخل فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء لمدة 4 مواسم كاملة. وقبل أن يبدأ عبد المنعم مهمته مع المارد الأحمر كمدرب لحراس مرمى فريق الكرة الأول وقتها، فضل النادي الأهلي أن يثقل موهبته بالدراسة، حيث حصل على دورات في تدريب حراسة المرمى باتحاد الكرة الإنجليزي عن طريق القلعة الحمراء. ولن ينسى التاريخ أبدا أن عصام عبد المنعم مدرب حراس مرمى النادي الأهلي نجح في تخريج جيل من عظماء وأساطير حراسة مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني الأول، مثل الراحل ثابت البطل والحارس الصاعد وقتها أحمد شوبير. شغل عصام عبد المنعم منصب رئيس القسم الرياضي بجريدة الأهرام، ثم رئيسا لتحرير مجلة الأهرام الرياضية، كما تولى رئاسة رابطة النقاد الرياضيين ورئاسة الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، وشغل عدة مناصب باتحاد كرة القدم المصري كعضو بمجلس الإدارة ثم نائبا ثم رئيسا لاتحاد كرة القدم.